طب هل عاوز عمر كمال ربنا يعني يشفيه؟ بس الحمد لله ما طلعتش زي ما احنا فاكرين يعني الحمد لله الموضوع بس مش موجود في ماتش بكره. لا لا مش موجود. رجع القاهره يعني. عمر كمال غيابه مؤثر فنيا بشكل كبير على الـ على الـ على الـ على الـ على مودرن فيوتشر. طبعا طبعا. بس خلي بالك جوناسام رجع فدي برضو حاجه كويسه. باسم علي بيقدم مستويات انا باسم علي كويس جدا ما شفتهالوش من ساعه لما كان في المقاولين زمان. بسم الله ما شاء الله عليه يعني. علي الفيل لو رجع عنده كام سنه باسم علي؟ مواليد 87 34 والله والله ما شاء الله كويس قوي ما شاء الله بيلعب بمخه ماشي بشكل كويس بيلعب بمخه ذكي 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 ده واتطور في التغطيه العكسيه كانت مشكلته التغطيه العكسيه هو الماتش اللي فات عمل تغطيه عكسيه في كوره واتنين لعيب كويس قوي عميدو قوي قوي يعني لازم الناس تبص له كويس غنام محمد غنام كويس غنام لعيب كويس قوي غنام بيغطي مساحات كبيره قوي في الملعب ولا لعيب كبير يعني عارف مين كويس يا دودار عجبني الدفاع الفيل علي الفيل لعيب كويس قوي برافو عليه على فكره يعني انا اتفرجت عليه قبل كده في الجيش لا لعيب تاني خالص عارف ليه عميدو عشان طريقه اللعب المناسبه هو كل لعبه قدامه لعب كله قدامه ما عندوش عارف انا بقى متوقع يعني هو في الطلعه كان بيلعب هاي ديفنس لا بس الراجل ده بيلعب بس هو لعيب كويس يا كابتن ومن المدافعين الكويسين جدا لكن بينقصوا التركيز طول الماتش بتلاقي بيعمل ماتش يعمل غلط بيعمل ماتش كويس قوي على فكره في لعيب اشول سنتر باك محمد ربيع ربيع كنت لسه اقول لك ده اصلا باك ليفت خلي بالك ده اصلا باك برضه كويس انا لسه كنت اقول لك عليه حالا ان ده كنت لسه هقول لك عليه حالا كنت لسه هقول لك عليه حالا ان اللعيب ده انا اتوقع في مرحله معينه هيحصل عليه عنده كام شوف مش كبير اللي انا عارفه ان هو فيوتشر اللي انا عارفه ان هو فيوتشر وراح اعاره سنه دجله ورجع فيوتشر تاني لكن هو باك ليفت وبيلعب مساك ناحيه الشمال ده امبارح كان كويس قوي يعني انا في رايي ان لو فرقه بتلعب ثلاثه مساك هو يلعب سنتر باك شمال هو اللي هيلعب بكره هو اللي هيلعب بكره هو اللي هيلعب سردباك ما في هو هيلعب رزق ما هو لو يمكن لا 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 علي الفيل لو علي الفيل مش علي الفيل موجود علي الفيل وربيع علي الفيل كان موجود للاخر ده شاط ضربه جزاء لا الاثنين موجودين هو عشان عاوز خوفني لا 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 هم راحوا بس عملوا اشياء وطلع الحمد لله كويسين كابتن في فيوتشر لعيب من اللعيبه الكويسه جدا كان موجود معايا في الانتاج الحربي وطلع على ناشئين اهلي يا دول صح؟ ناشئين النادي الاهلي مين؟ غنام ناشئين النادي الاهلي غنام لعيب كويس قوي ومن اللعيبه الكويسه جدا جدا لكن برضه ينقصوا الاستمراريه مهم جدا لعيب الكوره وانا كنت بتكلم معاه من حوالي 10 ايام انا بحبه على المستوى الشخصي وكمان طبعا مع المستوى الفني كمان لعيب كويس لكن انا دايما الاستمراريه دايما اللاعب مهم جدا ان هو يستمر من 10 ل 11 ماتش على الاقل يكون في استمراريه في نفس المستوى ممكن وارد جدا تلاقي الانديه الكبيره تبص له كويس برافو عليك يا كابتن هتلاقيه بيلعب ماتشين ثلاثه وحتى كان بيتكلم معايا هشام في احمد رفعت نفس القصه احمد رفعت تلاقيه بيلعب خمس ست ماتشات او ثلاث ماتشات كويس قوي بعد كده يريح دي عاده عند اللاعب المصري